ممثلين اتحاد طلبة بغداد، باكر مسيرتنا ثابتة مثل كل احد، اللي هو العرف عرف الثورة، من التعليم العالي لحد التحرير، هاي مسيرة ثابتة. راح يكون تواجد المتظاهرين من المحافظات بالمنطقة الخضراء، لكن راح يذهب جزء بسيط من الممثلين فقط للتوعية ضد مرض كورونا ولتنظيم المسير فقط. تفضل. اما بالنسبة للرقابة الصحية، فقامت مفرزة شهداء التحرير بالتعاون مع اتحاد الطلبة بتجهيز تشيك بوينت سيطرة لقياس أعراض ودرجة حرارة جميع الطلاب أثناء دخولهم، بالإضافة إلى توزيع الكمامات. شباب طلابنا، الأحد ثابت لكم من التعليم للتحرير، مسيرتكم ثابتة بوجود دماء الشهداء، إن شاء الله ثابتين لحد آخر متظاهر يرجع. مسيرتنا باكر، وفاء للشهداء، طلعوا باكر وافوا ونصروا الشهيد محمد المختار، ولا سكتون عن حقه، احنا طلاب دائما الاقوى حتى صوتنا يرتفع وكل تسمع. قلناها ونرجع نقولها، راح نبقى ثابتين، ماكو انسحاب، لان احنا اصحاب الكلمه المستقله.